اهلا بكم في فيديو جديد معاكم مارو. احنا النهارده موجودين في روديو درايف، وتحديدا هنروح اماكن الناس فيها اغنياء، حرفيا الناس فيها اغنياء غنى فاحش. يعني عايز هنا اوريكم تمام الناس اللي هي هتبقى عايشه قريبه من بيفرلي هيلز، و يعني في شارع روديو درايف او روديو درايف ايا كان الناس مسميه ايه، بيبقوا عايشين عيشه عامله ازاي. تمام، فخليكم معايا، حرفيا هوريكم حاجات جامده جدا. ليتس جو. اول حاجه هو هنا بيتسمى شارع المشاهير زي ما انتم شايفين. بصوا الديزاين حواليا عامل ازاي، تمام، يعني سواء الارض او المباني او المحلات البراندات اللي ورايا كلها او كده، كلها حاجات اغنيه حرفيا. اقل حاجه هنا بتخش لها في حوالي 3000 4000 دولار بس لبس، يعني بس لبس 3000 4000 دولار. ما بالك بقى العربيات، يلا هو بقى انا شايفها قدامي. المهم يعني بالك بقى العربيات وكده، فبيخش لهم في مبالغ رهيبه جامد جامد جامد. فاحنا هناخد جوله في الشوارع دي كلها وبوريكم كل العربيات السبورت. سو ليتس جو. ودي من ضمن العربيات الاولانيه اللي احنا هنلاقيها هنا في روديو درايف، وهي اللامبورجيني. فاول حاجه هنا اللامبورجيني زي ما انتم شايفين. بصوا يعني الحز اللي قدام عامل ازاي بتاع العربيه، تمام، والرينز وكل حاجه يعني خرافه. بص اول حاجه اصلا الـ 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 العربيه اللي جايه دي مالناش دعوه بيها، اللي هي جي واجن مالناش دعوه. بص اول حاجه على الـ على الـ اللامبورجيني عامل ازاي. بص الرينز شايفين فتح الباب بتاعها بيتفتح لفوق، تمام. بص اول حاجه للجي واجن. الجي واجن هنا حرفيا عظمه عظمه، تمام. دي يعتبر دي اول عربيه، دي تاني عربيه يعني كنت في دماغي صورت الاول. طبعا بصوا انتم شايفين هنا الشرطه في كل حته. بصوا حرفيا الشرطه هنا اكتر من الناس، عشان هنا ده شارع الاغنياء بتاع امريكا، الاغنياء بس هنا الموجودين هنا حرفيا. بصوا المحلات اللي حوالينا، بصوا الدنيا عامله ازاي، انوار وكده، تمام. والناس هنا حرفيا كل الاماكن اللي موجوده هنا كلها امن، كلها امن، تمام. فدي زي ما انتم شايفين كده اللامبورجيني. خليني بقى ايه اوريكم المنظر من ورا عامل ازاي. بصوا المنظر اللي ورا عامل ازاي، لامبورجيني اصل يا باشا. بصوا النمر بعيدها جديده، يعني دي النمر ايه بتاعتها الجديدة، حرفيا شكلها فخم جدا 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 جدا. انا كمان انا ما بحبش اللون الاصفر، بس اللون الاصفر فيها تحفة بجد تحفة، مخليها عربية تحس ان هي ايه يعني حيوانة ماشية في الشارع مش عربية. خش بقى على البورش ديت، تمام. يعني هي يعني شكلها موديل 2020 او حاجة زي كده، مش جديدة قوي يعني، مش قصدي موديل السنة زي دي عشان دي باينة عليها النمر بتاعتها ان هي جديدة، تمام. دي مش موديل السنة يعني، بس مش عارف دي موديل كام. بس بصوا الريمز حاجة كده عظمة بورش. بصوا طبعا بصوا جايب لها نمر مخصوص، بس دي قديمة انا عارف، دي حتى ما كملتش 2020، دي داخلة في 2018 19 البورش ديت، تمام. بصوا طبعا الشارع عامل ازاي. خلينا بقى ايه نلف لفة كده ونخش على العملاق ده. العملاق ده بصوا الوحش الازرق، وبصوا يعني الكراسي اللي جوه او السيت اللي جوه، الريد سيت، تمام. عايز اتكلم بالعربي والانجليش، انا هشرح اللي على دماغي حرفيا من كتر يعني العظمه اللي انا شايفها. طبعا شايفين الكاميرا هنا عامله ازاي العربيه، تمام. هنا اللامبورجيني دي حرفيا من يعني فلوس في امريكا. بصوا الريمز، بصوا يعني بصوا اصلا جوه احمر ومن جوه لبني كده غامق شويه سيكه كده، فاهم اللي هو ايه ده ايه ده بجد، يعني انا شايف عظمه. بصوا الدار عامله ازاي. طبعا ده مش شايل لها نمر مخصوص، بس يعني زي ما انتم شايفين. بصوا المنظر عامل ازاي، بجد تحفه يا جدعان. يعني العربيات هنا ضرب نار حرفيا، هنا مولد سيد العربيات. والله العظيم طول ما احنا ماشيين في الشارع ده هوريكم كميه حاجات رهيبه، خليكم معايا. اوكي زي ما انتم شايفين، ودي العربيه اللي بعدها رولز رويز. يا جماعه رولز رويز، تبصوا هنا يعني عياط، انا عايز اعيط اقسم بالله. يعني ما شاء الله مش احسن صاحبها يعني، ربنا يبارك له فيها، تمام. بس حرفيا كاوتشاته بتمن على مش تمن عربيتي، تمن بيتنا اقسم بالله. يا جماعه الرولز رويز هنا فلوس ملايين ملايين يا جماعه ملايين. بصوا العظمه، انا الجون الاسود مع الازاز اللي هو التنت الاسود مخلي العربيه شكلها تحفه تحفه اقسم بالله بجد. انا يعني بصوا يا جماعه انا مجنون عربيات.
بس انت بعد ما تشوف الرولز رويس وتلاقي هنا بي ام دبليو اكس 6 ولا اكس مش عارف اكس او اكس 6 هي واقفه, تحس ان هي ولا اي حاجه. ايه الاكس 6 دلوقتي فاهم, مقارنه بالرولز رويس اللي واقفه انت خلاص يعني الاكس 6 ديت ولا اي حاجه. بص 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 البورش اللي هتعدي الشارع دي, بص بص البورش. تمام, ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده, اهلا بكم في بيفرلي هيلز وتحديدا في روديو درايف. طبعا هنا طبعا هنا معروف ببراندات العالم كلها. بص انتم شايفين جوتشي موجود هنا فوق اهو. تمام, وهنا ساعة رولكس, ساعة المشهورة يعني رولكس. تمام, كان في ورم شوية كان في ديور. طول ما احنا ماشيين هنلاقي براندات غالية جدا, شايفين اللامبورجيني والعربية جي ال عساكن جي ال سي ام جي عساكن ديت. تمام, ف طول ما احنا ماشيين هنلاقي حرفيا عربية. بصوا اللامبورجيني, اوعى اوعى بجد بجد يعني ما شاء الله ما شاء الله. وادي العربية اللي بعديها وهي ال جي واجن. مش عايز اصور صاحبها عشان صاحبها قاعد بص علينا اللي هو فاهم ايوه ليه يا عم تهدى شويه الله اكبر. بس بصوا جي 6 يا جدعان, عظمه عظمه صورتها برده. بتحس انت بعد كده لما بتيجي تبص مثلا على المرسيدس دي اللي هو ايه ده كان على جنب يا ابني كان على جنب يا ابني فاهم. بص حسن اللي بعديها جيب اللي هو كان على جنب يا ابني برده اللي هو جيب ايه انت تعبان روح يلا روح. بصوا هنا اللبس هنا غالي, بصوا بيحطوا حرفيا حاجه واحده مش كذا حاجه, يحطوا حاجه كذا واحده. تمام, ده دولس كمان معروف يعني برضو. بص هنا برضو الذهب بيتشال يعني حرفيا الذهب هنا بيتشال ان انت الناس هنا تسرقوا حرفيا من كتر ما بص الديور هنا على الشمال من كتر ما الحاجات غاليه جدا هنا. فاحنا حرفيا في قلب شارع الاغنياء. احنا النهارده يعني الدنيا هدا شويه عشان هو مش ويك اند. تمام, بس بكره هيبقى الموضوع زحمه بطريقه اوفر جدا. بس انا قلت الحمد لله يعني الجواهد نعرف نصور واوريكم العربيات و الغنى اللي هم بيعيشوا فيه هنا عارفين في امريكا وتحديدا قريب من بيفرلي هيلز. ده فندق الاغنياء بس عارفين احنا لسه واكلين في الفندق دوت. تمام, مش عايز اقول ان انا دفعت حوالي $144 في حرفين سندوتشين تشيكن بات يعني عادي مش مشكله. الصراحه المكان كان جميل جدا. بص 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 الجي واجن, بص بص الجي واجن, بص بص الجي واجن يعني عظمه. بص جنبها هنا الرنجر الا مش انا خلاص كنت اسماء العربيات كلها. بص بص البنتلي, بص البنتلي يا لهوي يا لهوي يا جدعان يا لهوي على البي ام. لا 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 انا خلاص العربيات لحت دماغي اقسم بالله بجد. فاهم اللامبورجيني, نرجع بقى للعربيه هاي اللامبورجيني جنبها الجي واجن دخل وراها اهي. تمام, عظمه 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 عظمه. بص عالم امريكا وعالم كاليفورنيا ومنرجع بالعالم ده. بص الكامارو تعبانه 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 بقى خلاص بقى احنا بقى شفنا الحاجات ديت مش هنبص اصلا على الكاميرا دي نهائي يعني. اوكي, زي ما انتم شايفين الشارع بدا يهدى شويه. تمام, بس في هنا هي زي البورش لوفا ديت وفي بي ام دبليو اللي موجوده ديت والناس هنا بدات يعني تنطلق. لسه الوقت يعني احنا لسه بين المغرب والعشاء دي فاهم اللي هو لسه الامريكان لسه ايه هيبتدوا يسهروا يعني. انا عارف ان هو الساعه 11 بالليل 12 بالليل المكان ده هيبقى موت حرفيا. تمام, بصوا الديزاين المكان هنا عامل ازاي, حرفيا شكله غالي جدا كل حاجه هنا متكلفه حرفيا. تمام, سو يلا بينا نكمل او فرج. زي ما انتم شايفين الرولز رويس ورب ما فيش عربيه تغطي عليك على العربيه اللي هتعدي دي. بصوا 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 العظمه رولز رويس. بصوا اسد ملك ملك اقسم بالله حاجه كده فخامه والله العظيم. انا يا جماعه انا هنا في حته في منطقتي. بصوا 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 عربيه 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 بجد. This is 300. تمام, وعبيها عده البي ام دبليو من نجاح عبيها برضو. ودي عربيه انا يعني مش بستلطفها قوي اللي هي جي ام سي بس مش مشكله يعني تسمى عربيه. وده واحد جايب ورد من نجاح عبيه شكله رايح يصلح حبيبته من نجاح عبيه. تمام, فخلينا لسه في استكشاف العربيات الموجوده في مدينه الاغنياء. بصوا 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 الاستون مارتن استون مارتن ولا وبصوا اللون بتاع الجريل مات دوت. يا الله بجد يا جماعه انا مجنون عربيات اقسم بالله بجد. انا خلاص تعبت الفيديو دوت هيجيب لي جلطه والله العظيم كتر العظمه اللي انا شايفها. بصوا استون مارتن. بس انا سامع صوت فحش جاي. استنى كده نشكتف مع بعضينا. اشاره حمراء لسه مش هتفتح. انا متاكد ان في وحش هيعدي. انا سمعت صوت الاكزاص يعني الاكزاص دخل في دماغي في 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 وحش هيعدي. يلا يا عم عدي يا عم العب يا لهو. شفت اللامبورجيني. قلت لكم انا سامع صوت اكزاص
انا سامع صوت الزاز. بص اغنياء يا جماعه، اغنياء امريكا يعني، دول ما تهزروش معاهم فلوس حرفيا والله العظيم. الناس دول يعني في طبقه ثانيه خالص يعني، فكوك بقى من اي حد بتشوفه على السوشيال ميديا، دول عايشين في عالم تاني دول. بص جي واجن، بص جي ام سي. اي يلا لبعض. انا حرفيا كل ما اتحرك في مكان بيوقفوني هم، يعني صوت العربيه بتوقفني. هو انت مش ملاحق السفينه يعني، دي سوبر تعبانه شويه قديمه سيكا يعني، بس فاهم ستيل سوبر يا معلم. بصوا حتى المرسيدس تروك او الفان عامله ازاي، شكلها ابن ناس جدا. شايفين اللامبورجيني؟ عظمه ما شاء الله. انا عارف ان صاحبها دلوقتي بص عليا عايز اقول ايه العبيط دوت، بس انا كنت عارف ايه، اقسم بالله. اسمع يا ابن اللعيبه. وسع جي واجن. هنا عربيه تحس ان هي عاديه خالص يعني، عاديه خالص. بصوا بقى عشان انا عارف المكان، عشان تعرفوا بس ان انا حرفيا يعني لففها تمام. بصوا كده زي ما انتم شايفين، هنا البنت اللي واقفه، بس حبيت اتركب كنت داخل اصور والله العظيم. بصوا البنت اللي واقفه وجنبها ال مش شايف عبيد الجو ده جدا جدا، البورش ولا رانج روفر. رانج روفر. بصوا حوالي كام عربيه هنا رانج روفر زي ما انتم شايفين، كتار جدا. وده يعتبر فندق من اغنى فنادق الموجوده هنا في بيفرلي هيرز، او تحديدا يعني روديو درايف تمام. واحنا دلوقتي لسه ماشيين في الشارع. طبعا الناس كلها عارفه، لو انت عندي على الانستجرام خش لو مش عندي اعمل لي فولو، بس الناس كلها عارفاني يعني على الانستجرام ان انا بحب البنتلي. اعتبر البنتلي هي عربيه احلامي حرفيا يعني تمام. بصوا هنا برضو في بورشات هناك كتيره جدا جدا، بس انا برضو عايز اتكلم عن البنتلي. بصوا البنتلي اقسم بالله عربيه احلامي، وخصوصا ان هي اللي هي مسقف مفتوح. طب وعمن صاحبتها كمان مش عارفه تسوق يعني، حرفيا صاحبتها يعني تعبانه في دماغها. بس بصوا دي عربيه احلامي، انا مش عايز في حياتي غير دي، بس مش عايز شقه، مش عايز بيت، انا عايز اقعد في دي، عايش في دي تمام. دي جيب مالناش دعوه، دي لايك جو هوم لايك نوثينج. شايفين العظمه. انا ما حيتش بص، انا والله دوبك ضغطت على الزرار بس عشان اشوف العربيه المعديه دي ايه. اوكي ده كان نهايه الفيديو زي ما انتم شفتوا، ان احنا لفينا في منطقه روديو درايف وحاولنا نصور العربيات السبورت. عندي سؤال، لو انتم عايزين اعمل لكم كم فيديو كده على عربيات السبورت او اسعار العربيات هنا عندنا كم في امريكا وكده، واروح لكم شركات مرسيدس وبي ام دبليو ولامبورجيني وبورش واتش جي ام سي كل العربيات ديت، وجيب وكل اللي انتوا عايزينه تقولوا تحت في الكومنتس. انا حرفيا الحاجات دي ممكن اروح ببلاش واخش اتصور انا عايز جوه، فلو عايزين قولوا لي وانا اصور. كذا فلوج يو، اتمنى يكون عجبكم. سي يو جايز نيكست فلوج. سلام.